صباح الخير من شارع المعز لدين الله الفاطمي، تحديدا من قدام مجموعة السلطان المنصور قلاوون. طبعا يعني المجموعة اللي احنا واقفين قدامها دي قلاوون سابع سلاطين دولة المماليك. هو طبعا جاء في الحكم بعد أولاد بيبرس، وحكم وأسس لأسرة حكمت مصر والشام بعد منه بحوالي يعني حكموا حوالي 100 سنة. هو طبعا من أشهر أبناء النصر محمد بن قلاوون والأشرف خليل، حتى حفيده المشهور جدا بالمدرسة بتاعته اللي هو السلطان حسن. هو جه هنا المنصور قلاوون وبنى المجموعة دي سنة 684 هجرية 1285 ميلادي. ده المدخل، احنا قدامه بالظبط المدخل الرئيسي، لكن احنا اللي يهمنا هنا من قدام المدخل اي حد جاي من على اليمين، يمين المدخل مباشرة هيشوف اللقب ده اللي هو موضوعنا النهاردة. طبعا يعني دي بقت ألقابه: ملك البرين والبحر، وارث الملك، ملك ملوك العرب والعجم. وبعدين هنا في كلمة كده في الجنب هنا، كلمة صاحب، بانت اهي، بدأت تبان صاحب. وبعدين القبلتين، القبلتين طبعا اللي هما المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وبعدين خادم الحرمين الشريفين، الحرمين اللي هما الحرم المكي والحرم النبوي. وبعدين قلاوون ده اسمه طبعا الصالحي، نسبه للسلطان الصالح نجم الدين أيوب. وبعدين قسيم أمير المؤمنين، تاني أهو صاحب القبلتين، خادم الحرمين الشريفين، قلاوون الصالحي، قسيم أمير المؤمنين. يعني اللقب موجود عندنا من سنة 684 هجرية 1285 ميلادي، لكن أول ظهور لللقب ده وأول من تلقب به في تاريخ العالم الإسلامي كان السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. طبعا في ناس بتسألني بتقولي يعني في حد اتصل عليا قال لي انت مصادرك ايه، احنا اللي عرفنا ان الكلام ده مش مرسل. طيب يا سيدي، عندنا احنا اصلا علشان ناخد يعني نجيب معلومة اثرية او معلومة تاريخية موثقة لازم يكون عندنا مصدرين، او حتى مصدر منهم، يعني مصدر كتابي ومصدر اثري. احنا عندنا المصدر الكتابي يعني مصدر مكتوب، النص ده اللي هو خادم الحرمين الشريفين كتبه مؤرخ اسمه بهاء الدين يوسف بن شداد، ده اللي كتب سيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. بهاء الدين يوسف بن شداد ده كتب كتاب اسمه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، توفى أصلا سنة 632 هجرية. 632 هجرية يعني 1284 ميلادي، يعني ده عصر السلطان الكامل. فده كمصدر مكتوب. عندنا مصدر أثري بقى أقوى من المصدر اللي هو المكتوب، أثري يعني زي ده، زي النص اللي احنا شايفينه ده بيبقى موجود على الأثار أو كده. ده أي حد حتى لو كتب على جوجل قبة يوسف بالمسجد الأقصى، القبة دي فيها نص، النص ده مكتوب فيه السلطان الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب خادم الحرمين الشريفين، والنص ده مؤرخ بسنة 587 هجرية. 587 هجرية يعني 1192 ميلادي، احسبوها انتوا بقى، يعني من 1192 ل 2000 ادى 808 سنة، وعندنا 18 يعني 826 سنة. ده الله اعلم في قبل منه ولا لا، بس هو يعني قبل منه بالنسبة لصلاح الدين الايوبي، لكن اول من تلقب به هو السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي. جاء بعد كده، بعد طبعا الايوبيين، دولة المماليك. يعني احنا بنتكلم عن قلاوون ده من سلاطين المماليك. دولة المماليك هي وريثة للدولة الايوبية، ورثت منها الارض، ورثت منها نظام الحكم، ورثت منها الالقاب. طبعا اللي اشتراهم كلهم هو ده الصالح نجم الدين ايوب، دي قبته، اشترى المماليك كلهم. لذلك احنا بنقول هنا الصالحي، قلاوون الصالحي. الصالحي دي نسبة للصالح نجم الدين أيوب. وهنا بسرعة كده يعني ممكن نخرج من الموضوع، بس ننفي يعني معلومة ان هم كانوا دايما بيقولوا ان المماليك يعني كانوا حريصين على ان هم يلغوا تاريخ العبودية وكده. طبعا لو هو الكلام ده مظبوط او المماليك كان عندهم عقد النقص دي، ما كانش هيجي قلاوون سنة 684 هجرية والصالح نجم الدين أيوب مات 647 هجرية. يعني شوفوا بعد منه بكام سنة، كام و30 سنة، ويجي يفتخر ويحط في الشارع الأعظم وفي ميدان بين القصرين النص ده ويكتب قلاوون الصالح.
نرجع تاني لصالح نجم الدين ايوب، هو اللي اشترى المماليك وهو اللي اكثر من شرائهم. طبعا كان هنا يعني من اقوى المماليك هو السلطان الزاهر بيبرس اللي جه بعد صالح نجم الدين ايوب، وان كان هو رابع سلاطين دولة المماليك لكن هو المؤسس الحقيقي للدولة. دي بقايا مدرسة السلطان الزاهر بيبرس، وده هنا لو بصينا فوق كده هنلاقي فيه 70 صغيرين كده بيقابلوا بعض، ده الرنك حتى او الشعار بتاع السلطان الزاهر بيبرس. بالمناسبة باب المدرسة دي موجود النهاردة، يعني موجود ايه؟ مسروق ومركبينه على موجود النهاردة في السفارة الفرنسية في الجيزة. السلطان الزاهر بيبرس هو احنا قلنا هو رابع سلاطين دولة المماليك، هو المؤسس الحقيقي لدولة المماليك. طبعا الايوبيين قبلهم ان السلطان الناصر صلاح الدين الايوبي ياخد لقب خادم الحرمين الشريفين. طيب السلطان صلاح الدين الايوبي من الايوبيين، الايوبيين ساده احنا عارفين اصولهم وكده، لكن المماليك اتراك كانوا في الاصل رقيق بيتباعوا في الاسواق، محدش يعرف اصولهم ايه. فبداوا المماليك يبحثوا عن سند، يعني سند شرعي، سند يديلهم الشرعيه. لذلك النص اللي انا شفته ده اللي هو قلاوون الصالحي قاسيم امير المؤمنين، ده انا اسميه يعني نص الشرعيه، هو ده اللي يشرح لك التاريخ السياسي ان ازاي دوله المماليك خدت الشرعيه بتاعتها، ازاي دوله المماليك وهم رقيق سيطروا على العالم الاسلامي وعلى الاماكن دي كلها، ازاي حكموا مصر والشام 267 سنه من الشرعيه دي اللي هم خدوها. خدوها من ايه؟ قلنا خدم الحرمين الشريفين ان هو يسيطر على الاماكن المقدسه، صاحب القبلتين، يعني هو صاحب المسجد الحرام والمسجد الاقصى، ده سلطان مصر خلي بالكم، ده لقب. وحتى لما صلاح الدين الايوبي خده، صلاح الدين الايوبي ما كان سلطان مصر والشام، يعني ده لقب مصري. واتذكر يعني إن انا كنت مفكر حتى قبل كده ان هو خادم الحرمين الشريفين يعني زي ناس كتير، اللقب لما احنا بحثنا يعني هو موجود مع الملك فيصل في السعوديه من سنه 1986. انا بتكلم ان اقدم ظهور له يعني في الاثار من سنة 1192 من عصر السلطان ناصر صلاح الدين الايوبي. احسبوها انتم وشوفوا الفرق قد ايه. نرجع تاني، فكلمة صاحب القبلتين اللي خدها هنا، صاحب القبلتين اللي هو طبعا يعني سيطر على المسجد الحرام والمسجد الاقصى. طيب خادم الحرمين الشريفين مسيطر على المسجد الحرام والمسجد النبوي. السلطان الزاهر بيبرس هو رابع سلاطين دولة المماليك، هو اللي بدأ يدور على السند ده، هو اللي بدأ يدور على الشرعية دي. هو مسألة اننا من الرقيق، مسألة ان احنا اغتصبنا الحكم من الايوبيين، مسألة ان مفيش دولة، في شبه دولة، ان شجر الدر بعد ما نجم الدين ايوب مات وبعدين جه تورانشاه وبعدين قتلوه وشجر الدر حكمته وبعدين ايبك اتقتلوا وبعدين قطز وبعدين مش عارف ايه، فمفيش دولة. احنا بيبرس بقى بدأ يدور على السند ده، فمن هنا هيبدأ ان بيبرس يعمل ايه. بعد ما الحج تعطل 12 سنة كاملة، يعني من سنة كام؟ من سنة 656 هجرية. 656 هجرية ده اللي هو 1258 ميلادي، ده تاريخ سقوط بغداد وسقوط الخلافة العباسية. وطبعا المغول دخلوا وقتلوا الخليفة العباسي و خلاص من الوقت ده سيطروا طبعا على الاماكن دي كلها، خدوا شرق العالم الاسلامي كله. فالحج تعطل، مفيش حج، فضل الحج متعطل من سنه كام؟ من سنه 656 هجريه لغايه سنه 667، 12 موسم حج، الحج متعطل لغايه ما السلطان الزاهر بيبرس طبعا بعد ما جه، يعني هو حكم من 658 بعد معركه عين جالوت، بدا ان السلطان الزاهر بيبرس يعني بعد ما أرسى قواعد دولته وحرر أنطاكيا، بدأ بقى إن هو يبص على المسجد الحرام وإن هو يرجع الحج تاني. حتى في يعني قصة ذكرها برضو الناس اللي بتسألنا عن المصادر، القصة دي مذكورة في كتاب الجبرت اللي هو عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحديدا صفحة 28 و29. يمكن هو ما تكلمش عن الزاهر بيبرس، هو الجبرت نط حوالي 500 سنة كده في حوالي 30 صفحة ولا 40 صفحة، هو ما تكلمش عن الزاهر بيبرس غير في الصفحتين دول، وتقريبا هم الصفحتين دول هم ذكر فيهم القصة دي بس. هو بيتكلم عن ايه؟ يعني ان سلطان مصر هو خادم الحرمين الشريفين، ان سلطان مصر وموضوع كسوة الكعبة ان المماليك عمرهم ما هيفرطوا فيه حتى ولو هتقوم حرب مسلحة. يعني ايه اللي حصل؟
اللي حصل ان الظاهر بيبرس بعد ما احنا قلنا خلاص بقى فتح انطاكيا وارسى قواعد دولته بدا ان هو يبص على الحج، فعايز يرجع الحج تاني، فهيبعت امير اللي هو امير المحمل المصري، امير من عندنا من هنا من مصر، ويبعت معاه كسوه الكعبه، ويبعت معاه اموال، ويبعت معاه عطور، ويبعت معاه زيت، ويبعت معاه طعام ودشيشه واكل و و و وبعدين هيروح هيقول له يعني انت هتروح هتكسو الكعبه وهترجع. ف الراجل هيروح اللي هو امير المحمل المصري، هينفذ الكلام اللي السلطان الظاهر بيبرس بعته عشانه، ولما يوصل هناك هيتمنع من دخول مكه. امير مكه هيقول له لا مش هتدخل. فالراجل هيقول له الا تخاف من الملك الظاهر بيبرس؟ انت مش خايف؟ ده الظاهر بيبرس هو اللي بعتني، انت مش خايف من السلطان الظاهر بيبرس؟ امير مكه يعني قال له ايه، دعه يأتيني على الخيل البلق. الخيل البلق الأبلق ده حتى هو نظام، كويس ان احنا واقفين هنا، هو نظام في الزخرفة الإسلامية اللي هو ده الأبيض في اسود. طبعا يعني الخيل البلق دي اللي هي اللي بتبقى باللون ده كده اللي هو أبيض في اسود. فهو بيقول له دعه يأتيني على الخيل البلق، قل له يجي لي على الخيل دي، قل له الظاهر بيبرس يعني انا مش همن، يعني بالعربي كده او بالبلد اللي احنا بنقوله كده اعلى ما في خيله وركبه. فطبعا الراجل رجع تاني وراح قال للسلطان الظاهر بيبرس بيقول لك يعني ايه اعلى ما في خيلك اركبه. تخيلوا ان السلطان الظاهر بيبرس هيفضل سنه كامله يجهز له 14,000 فرس من الخيل البلق، وبعدين هيروح له ويقول له وها انا الملك الظاهر جئتك على الخيل البلق، وهيكسو الكعبه وهيحج وهيرجع وهينتظم موسم الحج، ومن وقتها هيصبح ان بالفعل سلطان مصر هو خادم الحرمين الشريفين، سلطان مصر هو اللي بيبعت كسوة الكعبة، سلطان مصر هو اللي بيبعت الطعام، سلطان مصر هو المسؤول هو اللي بيعين امير مكة وهو اللي يعزله، وهو امير مكة ده مسؤول مسؤولية كاملة قدام سلطان مصر. كل ده يعني احنا فين منه النهاردة؟ ويعني انا الحمد لله ان النص موجود، ما زال موجود لغايه دلوقتي. ادي طبعا يعني قبه المنصور قلوان اهي، اي حد جاي يقدر يشوف النص ده ويصوره. الحمد لله ان هو ما زال موجود. يعني الدوله السعوديه الاولى تاسست سنه 1744، يعني هم كانوا يقولوا على حاجه كده ولا بلاش عشان الوضع دلوقتي، عشان تشوفوني تاني شيروا الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في اثر تاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.